السادس بتعداد أشواط هذه الليلة مع انطلاقة سن الإجذاع. أتواصل مع أول المراكز لأرى المقدمة وأرى الصدارة من يتواجد مبعد على المركز الأول. تعود الملكية لهجن الشحانية لانضم سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني أرى تواجد على ثاني المراكز من قبل الداب. تعود ملكية الهجن الشحانية محمد بن خالد العطية من يقدم لنا الداب، وهنالك الأسماء المميزة وانطلاقة المركز الثالث. ثالث المراكز، ثالث التحديات، يتقدم عجيب عجيب على المركز الثالث. تعود الملكية الهجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد العطية. رابع المراكز وتابع تواجد الفارس، الفارس تعود ملكية الاتحاد الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني. علي بن حمد بن حسين بن جرحب من يقدم بعملية التضمير. المركز الخامس التواجد من سلهود، تعود ملكية الهجن الشحانية والمضمر سالم بن فاران المري. ولكن أرى من تسلل العناد في هذه اللحظات يحمل شعار سعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد آل ثاني، والمضمر حميد بن محمود بن مرشود من يقدم لنا انطلاقة عناد مع الأسماء الخمسة المتقدمة. هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز الأولى، ومن بعد ذلك تحول الصدارة وإلى أول المراكز لأرى من يتواجد مع المقدمة. مبعد على أول المراكز، بدأ ينطلق مع الصدارة ليباعد المسافة عن الأسماء المتواجدة والمنطلقة برفقته بمسيرة هذا الشوط. تعود ملكية مبعد لهجر الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني يتواجد حامل الرقم 2 واسمه الداب. تعود ملكية الهجر الشحانية المضمر محمد بن خالد العطية والنقلة إلى المركز الثالث. تواجد عناد على ثالث المراكز، تعود الملكية لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني، والمضمر حميد بن محمود بن مرشود من يقدم عناد بعملية التضمير. المركز الرابع أتابع عجيب على رابع المراكز الرهيب بأدائه وانطلاقاته مع أيضا رابع المراكز، يحمل شعار هجر الشحانية يقدمه المضمر المشاكب محمد بن خالد العطية. وخامس المراكز تواجد سلهود، تعود ملكية الهجر الشحانية والمضمر سالم بن فاران المري. إذا لم يتجدد أي جديد على الأسماء الخمسة المتقدمة والمنطلقة بمسيرة هذا الشوط وبانطلاقة هذا الشوط. أعود مع الصدارة، أعود مع أيضا موافاتكم بالنداء الثالث ومع انطلاقة الأسماء ومع تواجد الشعارات لأرى المركز الأول ولأرى مبعد من يتواجد على المقدمة وعلى الصدارة يحمل شعار هجر الشحانية. ولكن أتابع من بدأ يتسلل إلى أول المراكز، عجيب عجيب ينطلق مع الصدارة ومع المقدمة يحمل شعار هجر الشحانية ويقدمه المضمر محمد بن خالد العطية من بدأ يشاغب مبكرا مع تقدم عجيب. المركز الثاني وصل زويان لأول ندى مع ثاني المراكز، وتعود الملكية الهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. انتصفت المسافة، انتصفت مسيرة هذا الشوط لنبدأ بقصة جديدة مع الثلاثة كيلومترات المتبقية عن الفوز وعن التتويج وعن الناموس الغالي. هذا هو الناموس وكلمة الناموس الغالية التي يعشقها الجميع ويطمح من أجلها المضمرين والعشاق لهذه الرياضة. غير زويان مجريات هذا الشوط لينطلق مع الصدارة وليقود زمام هذا الشوط بشعار هجر الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني الدابة على ثاني المراكز لهجر الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية. ثالث المراكز من الجانب الأيمن يتقدم مبعد ويحمل شعار هجر الشحانية ويقدم أيضا العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الرابع أتابع تواجد سلهود من يتواجد على المرتبة الرابعة ويحمل الرقم 4. تعود الملكية لهجر الشحانية والمضمر سالم بن فاران المري. المركز الخامس
التقدم من الكحيدي لأول نداء يصل بشعار هجة شحانية مع الذهبي سالم بن فهران المري من يقود بعملية التضليل. هذا هو النداء الثالث، ولكن مجددا نعود بحضراتكم إلى الصدارة لأرى غيادة هذا الشوط، ولأرى أيضا التقدم الملحوظ من قبل زويان. زويان ما زال يرقص على أرضية هذا الميدان متواجدا مع المقدمة ومتواجدا مع الصدارة. زويان تعود الملكية لهجن الشحانية ويدير بعملية التضمير سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني التواجد من قبل الداب على المركز الثاني، الداب ما زال على ثاني المراكز، ولكن حذاري من لسعة الداب من يتواجد على المركز الثاني. تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثالث بدأ يتحرك سهود وبدأ ينطلق ويقول أنا موجود بالانطلاق مع ثالث المراكز. تعود الملكية لهجة الشحانية والمضمر سالم بن فاران المري. أتابع المركز الرابع ليرى تقدم رابع المراكز من قبل مبدأ. مبدأ تعود ملكيته لهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، ولكن الكحيدي بدأ ينطلق مع المركز الرابع هجن الشحانية المالكة والمضمر سالم بن فاران المري من يدير بعملية التضمير ليأتي على المركز الخامس. بهذه اللحظات مبعد لهجن الشحانية ومع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. أعود مع الصدارة، أعود مع القيادة، أعود مع الانطلاقة ومع تواجد زويان. زويان على أول المراكز، زويان مع الصدارة ومع المقدمة، وتعود ملكية الهجة الشحانية ويقود السلطان. سلطان إذن يقود زويان على أرضية هذا الميدان بالتحليق المميز وبالانطلاقة الجميلة مع الصدارة ومع الانطلاقة ومع أول المراكز. عشق الجميل أو عشق الجميع هذا المركز المتقدم مع انطلاقته وتواجد زويان مع أول المراكز ومع المقدمة والصدارة. بدأ يباعد المسافة بانطلاقته مع أيضا تقديم هذا العرض الجميل، ولكن الداب وصل على المركز الثاني. خبرتكم وقلتكم انتبهوا من لسعة الداب مع انطلاقة المركز الثاني. الداب تعود ملكية الهجة الشحانية، المضمر محمد بن خالد العطية من يقدم بعملية التضمير مع هذا الانطلاق الجميل ومع التحليق المميز، ولكن تحليق ليس بجوي بل أرضي مع هذه الأسماء المميزة، ومع تقدم زويان من يتواجد على الصدارة ومن يحمل شعار هجن الشحانية قدمه العملاق. وصل الداب، الداب يصل بهذه اللحظات. الله يا الداب، الداب وزويان، الزويان والداب منافسة ثنائية جميلة، حوار ثنائي ما بين زويان وما بين الداب، ولكن يبدو بأن الناموس حليف زويان مع انطلاقة أول المراكز. الثانية لهجة الشحانية وكذلك نهني العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني الداب لهجة الشحانية مع المشايخ محمد الخالد عطية. المركز الثالث كان الوصول من قبل سلهود لهجة الشحانية. المركز الرابع بالفعل سلهود تعود من كذا لهجة الشحانية مع المضمر سالم بن فران المري من وصل على ثالث المراكز بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة الجميلة. المركز الرابع كان الوصول من قبل كحيدي الملكية لهجة الشحانية مع سالم بن فاران المري من قدم لنا أيضا انطلاقة كحيدي مع المركز الرابع. ننتظر لحظة قدوم خامس المراكز بهذه اللحظات. مبعد وصل على المركز الخامس لهجة الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام شاهدنا هذه المنافسة التي دارت ما بين الأسماء وما بين زويان والداب، ولكن الناموس كان حليف زويان بانطلاقته المميزة. ولحق قدومه إلى خط النهاية توقيت زويان 9 دقائق 25 ثانية و26 ثانية، بالفعل 26 ثانية و71 جزء من الثانية. الثاني تركه الهجة الشحاني والثاني سلطان بن محمد الوهيبي
المركز الثاني وصل الداب 9:27 الزمن الثانية. الثاني تركات هيجي الشحانية والثاني المضمر محمد بن خالد العطية. ثالث المراكز كان الوصول من قبل سلهود وتوقيته الزمني 9 دقائق بلا شك. تسع دقائق 37 ثانية 56 جزء من الثانية. تهاني والتبريكات يجب شحاني وكذلك نهني المضمر سالم بن فاران المري.